يا خبر، يا خبر حي بكل لحظة مع الحي القيوم، يا خبر حي أنت ما حدا غيرك، لا ذكر ولا أنثى، خبر حي بهالميزان. أنت الإنسان وأنت الفرقان والقرآن وأنت السعدان اللي عم بنط من شجرة لشجرة، ولكن لما صرت تمشي على إجرتين بطلت سعدان، صرت إنسان وخدت فيك حرية النفس. كل الطبيعة ما عندها الحرية بالنفس، عندها القانون. أنت عندك الباب بلب القلب، بتتنفس بتقطع نفس، بتاخد خير وبتاخد شر، بتاخد حي وبتاخد ميت. أنت بتلعب بهالنار والنور، العار والغار، وين بدك تحط النقطة؟ إمام علي قال الفاتحة أم القرآن، والبسملة أم الفاتحة، والبي أم البسملة، والنقطة أم البي، وأنا النقطة. يعني انت النقطة وانت الموجة وانت المحيط. دوب وموت بالمحيط، هيدا هو لتكن مشيئتك. ولكن من اول خطوة هي النفس. امين عليا. اذا كنت امين على هالقليل بيجي الكتير، اذا كنت الاخير صرت الاول، واذا كنت الاول صرت الاخير، واثنين هن الضمير والمصير. سيدنا عمر أو عمر بلا أي لقب وأي صفة، قال له رحت عمر وجيت عمر، حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. إن لم تعودك الأطفال، يعني من هون نفس، من هون صلة الأرحام، من هون النفس بيفوت بكل جسمك، بكل إيديك وإجريك، بتحس بإجريك على الأرض عم تتنفس من الرمد من المي، بتفوت على مجرات وبتفوت المي فيك، الفواكه بتمرق من قدامك بتشمها وبتاكلها. يا حبيبي انت مش جسد اللي عم بياكل، انت جسدك بياكل الدنيا وانت بتاكل الآخرة. في جنة؟ نعم. في نار؟ نعم، كلها فيك. وفينا انطوى العالم الأكبر. قد ما تقرأ عن النفس، إذا ما تنفست ريت أحرف، ولكن الحرف بيطوف بالألطاف والأطياف كل الوقت. أنت الوقت وأنت الميقات والمواقيت، أنت الألوهية بالدنيا وبالآخرة. كنت كنزا مخفيا فخلقت الخلق لأعرف. هالوجود هو الألوهية، بس كيف بده يشوف حاله؟ انت بتمثل هالألوهية الوجود، انت الناي وهو اللحم، هي الأمومة وهي العم اللي بتعم والأم اللي بتلم، أمكم الأرض عم بتكن النخلة. هالفيول هالبترول يلي اغتصبناه من أمنا الأرض، الله حطه فينا، ما شفنا، مشان هيك عم نغتصب الدنيا. تعطى نغتصب الآخرة، تعال نفكر بالموت بكل لحظة. أركن بين هالنفس والنفس. وقت اللي سألوا الإمام علي قال لهم خلق الخالق طرق بعدد ما خلق من خلق، بين كل نفس ونفس في فجوة وفي جلوة، في تجلي وفي تخلي، انت شو بدك. وقت بتتوصل إلى هالقليل القليل من هالمعرفة، شو بدك تطلع تعمل برا؟ لأنك دجران، طلع وشاهد الضجر، بدي اشتري صرمية لأن بدي اطلع لبرا. بس لما بتعرف إنه الرحلة داخلية حذائك برا، ديماركيشن في تحديد للمشي حطه برا، خلص اخلع نعالك اللي تراني، النعال والأفعال والأعمال، وبتفوت والنعس بينام بأحلى وأغلى فرشة حصيرة على الأرض، والجوع أطيب أكل، والعطش أطيب ماء،
ولكن بدون خطوة هالمعرفة إلى الحج الداخلي، ميل العالم كله أنت عبد لإله. وإذا عرفت كل الميل تحت إجريك، الدنيا كلها عابدة إلك يا عبد الله، الشجر كلها عم ترقص لإلك، كله لإلك، بيعطيك أكسجين بالليل وبالنهار، العلم يعمي والجهالة تعمي وكلاهما بلا. هالسر ما بيتفسر بالعلم، فيك بالعلم تشوف شو في بهالورقة، فيك تحلل الشعرة، بس ما فيك تشوف الحياة اللي فيها النفس. نعم، وقت اللي بتوقف على بابه، باب هالألوهية، ما بقى عندك صديق أيها الحق، لم تترك لي صديق. القابض على الجمر ووقف على فرد إجر، آه على راس الجبل، آه 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 آه. هيدا النفس. فإذا نرجع نتنفس صلة الأرحام من تحت هالصرة هون، إصبعين من هون، بيوقف الفكر وبتحيا الذكر، تنفعنا الذكرى تحت الذكرى. هاي المشيمة، هاي الصلة، هاي السترة، السترة هيدي حبل من نور يا حبيبي، أنا ما بينقطع. قبل ما نترك الجسد منشوف يا الله. فإذا حتى تقوى بهالطاقة تذكر إنك ما بتموت، ما في موت. اللهم تقبل منا هذا القربان. ولكن جهلنا بعدنا عم نقتل وبنرجم وبنصلب أهل البيت وأهل الدار. عن الناس معزلة وانعزل وحدك إذا بدك تعرف حقيقة وجودك، مش مع المجتمع ولا مع البرستيج ومن أي فئة وكاتيجوري نحن اجتماعيا. إنه المظاهر إنت في هذا الطابق، هيدا طابق المنافق اللي حقه بالمليارات تاكل حق البشر. نعم، ما اغتنى انسان الا لما اندعس ملايين من البشر. كيف عاشوا اهل البيت؟ كيف عاشوا كسنين المشط؟ يا امير المؤمنين لما نشافوا الحق ما بدهم ورا. نحن هلا يا سيد المنافقين. نعم، مشان هيك من وراء الكبت حكمت الواوا. الله يساعدها، الله يساعد كل إنسان، منه إنسان ومنه حيوان، ولكن كل ميت يعيش مع هالأموال. لأن وقت بتترك جسمك رح تشوف إنه حقيقة مسميها جهنم أو شو مش عذاب. شوفهم قبل ما تروح، فيك تشوفهم. نعم، بالنفس فيك تشوف. انتو نايم في طريقة بتتنفس محطوطة على الموقع ومنحكيها، بتتحكم بالأحلام وبتتحكم بالقدر، قدر القادر وما قدر. إذا انت بتتحكم بقدرك بأحلامك وبأوهامك، كمان بتتحكم بأحلامك وبأعلامك. وانت العلم وانت العليم وأنت السيد والحسيب والرقيب يا لب الألباب.